البيكون المدعوم من وزارة الاقتصاد اللبنانية يهاجر إلى بلاد الاغتراب بلا حسيب ولا رقيب، فبعد الكويت وصلت البضاعة المدعومة إلى القارة الإفريقية وتحديداً إلى العاصمة الغانية أكرا، وباتت على رفوف سوبر ماركت بالاس. الجديد قصدت السوبر ماركت وتأكد لها بيع هذه المواد المدعومة، واستوضحت من مدير بالاس اللبناني نادر مرعي، فأشار إلى أنه ينقل بعض المواد في الطائرة، ووجد بين البضاعة صندوقاً واحداً مدعوماً. لا مش هيك القصة، القصة نحن على طول بنجيب بيكون من لبنان بالطيارة، ما بنجيب بالكونتينر، بنجيب كل جمعة كرتونتين ثلاثة كرمال اللبنانية اللي هون، وهيك طلع فيهم كرتونة مدعومة. طلع فيهم كرتونة مدعومة، يعني أنتم بتشتروها من السوبر ماركت يعني بالأساس؟ ايه بنشتريها من السوبر ماركت. هذه الواقعة تؤكد ضرورة تشديد الجهات المعنية الرقابة لمنع تهريب أي من البضائع المدعومة من مطار بيروت أو غيره من نقاط التهريب الشرعية وغير الشرعية من العاصمة الغانية أكرا. ليال بوموسى، قناة الجديد.